فانعكست لباقتك على لأني تقديمك. أخذ القليل منك. يلا سيف عبد الله الآن ثم نذهب إلى الصلاة. من راح يكون مقدم؟ يلا عشان ننتقل إلى الصلاة. عبد الله أنت المقدم؟ هذه كاميرتك أستاذي. سيف هذه كاميرتك. يلا منورين كلاكما ما شاء الله تبارك الله. وين كاميرتي؟ معكم دقيقة واحد اثنين ثلاثة بدأ يا عبد الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، نرحب بكم كل ترحيب. معانا اليوم النجم والشاعر والمتألق سيف الجنيبي، سفير الشعر من سلطنة عمان. يا مرحبا فيك أستاذ سيف. مرحبا فيك، والله يحييك ويبجيك، سعيد بتواجدي معك. أولا إحنا في برنامجنا نحب نستضيف المبدع والمتميز أمثالك أستاذ سيف، ونبغى نسأله عن موهبته وعن الشعر وعن ما يقدم يعني من قصائد وآخر قصائده. في البداية حاب أقول كيف كانت بداية سيف؟ والله كنت محب للشعر ومستمع للشعر وتعلمت الشعر من مجالس الشعر والشعراء، وكانت البداية الفعلية من المرحلة الإعدادية كما تطلقون عليها المرحلة المتوسط، فاستمريت الحمد لله وصلت إلى ما عليهني الحين. نشكرك أخوي الشاعر سيف الجنيبي، ولضيق الوقت نذهب إلى الأذان. يرفع الأذان من مدينة من القرية في مدينة الرياض. وشكرا أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وترقبونا في برنامج آخر وضيف جديد أيضا. ما شاء الله كل شيء كان جميل. في الأخير فقط يا حبيبي عبد الله خليك على الكاميرا. المشاهد شوف خليني أنا معك عشان كنت تقول اختم. لا تلتفت للمشتتات، هذه مهمة في الإعلام. تعالوا معي، خليك يا سيف. عبد الله خليك جنبي. تعال يا حبيبي سعود. في الإعلام ممتاز. في الشاشة قد تجد المصور يؤشر، قد تجد خلفك في الكواليس، قد واحد كذا، أنت المشاهد كل هذه الكواليس لا تعنيه. أنت أيها المقدم شفت جهد الإخراج وجهد الإعداد وجهد الإنتاج وجهد العاملين كله ستخرجه أنت، يعني أنت المسؤول وأنت المؤتمن صح. على أن تخرج الطبق بجمال. يعني الشيف شغف وغند من الشيفات أنا أشوفهم الصباح كذا يكتبون أعطيني أسمعكم في المذاق. في المذاق مين كمان؟ غند وشغف وإيمان وما أدري منورين. هذا لما يعطوك وصفات الطبخة أنت مستأمن أن تخرج لهم الطبخة بجمال صح. يعني المشاهد في الأخير يبغى يشوف نتيجة. إذا المخرج يحبك والفريق العامل يريد يقول لك طلعنا، ترى جهدنا يجب ألا يضيع بين يديك، فأنت وأنت تنظر ختم، حتى لو واحد يشتت يسوي بيده، أنت بينك وبين المشاهد هذه الساعة. لا تقول عندي مشاكل لا في البيت ولا في السيارة ولا في العمل. إذا خرجت فخرج لهم بجمال وبابتسامة، والابتسامة أقل تكلفة من الكهرباء ولكنها أكثر إشراقا منه. يعني نظرك إلى الكاميرا بحفاوة باحتفاء بروح، اعطي الناس من روحك. الكلمة يقولها اثنان، نفس الكلمة يقول ابن القيم، والكلمة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أحق الحق ويريد بها الثاني أبطل الباطل، ويعرف هذا بسيرة الرجل ومنهجه وما يدعو إليه. كذلك إيش الكلمة يقولها اثنان، واحد يقولها بدون روح فتخرج باهتة ميتة، وبعضهم يلقي عليها من روحه ونبضه وحياته فتخرج قوية جميلة. شوف قصة قادر يقولها واحد، ولا واحد يركز، ولا واحد يضحك، ولا واحد يتأثر، ثم يأتي الثاني فيلقيها فكأنما يعني نفخت فيها الروح مرة أخرى. الله يسعدكم يا رب. كم باقي على الصلاة؟ دقائق. يلا احنا سنتوجه، قبل ما نتوجه طيب مشاهدينا الكرام احنا نذكركم بوقف الأيتام بمكة المكرمة بالبلد الحرام.